يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي هيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. تحياتي لحضراتكم اينما كنتم. خلينا نبدا بالاهلي طبعا الاول، والكلام الحقيقه يمكن زي ما اتبعنا على مدار اسبوع وزي ما قلت لحضراتكم في حلقه امبارح على فكره ميعاد ومكان اقامه نهائي دوري ابطال افريقيا. الحقيقه يمكن بشكل، خليني اقول لكم بشكل نهائي، وزي ما اعلن الاتحاد المغربي لكره القدم انه ما زال عند موقفه وثابت عليه، يعني زي ما بيقولوا في استضافه النهائي، وان الاستعدادات بتجرى لاستضافه ماتش اللي هيجمع بين الاهلي وكايزر تشيفز. يبقى ما فيش تغيير لمكان اقامه المباراه، ده تحدد بشكل قاطع ونهائي، والكلام دلوقتي بيتم في كل الاجراءات المتعلقه بتنظيم المباراه، الفقاعه الطبيه، اعداد البعثات، محل الاقامه، الفنادق اللي هتستضيف الفرقتين، وطبعا ملاعب التدريب. اما فيما يتعلق بميعاد المباراه وبالحضور الجماهيري، خليني اقول لحضراتكم ده لم يحسم بشكل نهائي حتى اللحظه. من الوارد جدا انه يكون في اتفاق على تغيير ميعاد المباراه وتبكير ميعاد المباراه على وجه التحديد، ومن الوارد جدا انه ايضا يتم السماح بحضور جماهيري، لكن حتى اللحظه الاحتمال الاكبر انه المباراه هتقام في الموعد المتفق عليه والمحدد سابقا من قبل الاتحاد الافريقي يوم 17 يوليو. خليني اروح بقى للعالمي، لانه النهارده حلقه العالمي، والعالمي الحقيقه كان صدمه كبيره جدا. تفتكروا حضراتكم قبل بطوله اليورو ما تبتدي كنا بنتكلم في السادسه انه كل المجموعات مجموعات تعتبر سهله نسبيا، وانه فرص فرق بعينها في الترشح عن المجموعات دي كبيره بشكل بنسبه كبيره قوي. لكن جينا عند المجموعه اللي قلنا بين قوسين كده في الوقت ده انها مجموعه ناريه، وبعض الناس اطلقوا عليها مجموعه الموت. مجموعه كانت بتضم فرنسا، برتغال حامل لقب، فرنسا الوصيف وبطل العالم، ومعهم المانيا قوه عظمى، ومعهم المجر. الناس اطلقت على المجموعه دي مجموعه الموت، كلهم صيفوا بدري، كلهم خرجوا الاسبوع ده، وضيف عليهم كمان هولندا. هل من الممكن ان احنا نقول بطوله المفاجات؟ وهل نتوقع مزيد من المفاجات في الادوار اللي جايه؟ حقيقة يمكن خروج الاربعه دول من البطوله على وجه التحديد سهل من مهمه منتخبات تانية، ورفع من اسهم منتخبات قدمت الحقيقه عروض قويه جدا زي مثلا انجلترا وزي ايطاليا، بالاضافه طبعا لمنتخبين مرشحين من البدايه وما زالوا الحقيقه لغايه النهارده بياكدوا على قوتهم، بلجيكا واسبانيا. النهارده هنتكلم في العالمي وهنعمل تغطيه لليورو، وهنتكلم كمان شويه على كوبا امريكا اللي الارجنتين فيها بتقدم عروض قويه جدا الحقيقه يمكن بشكل كبير. خليني اقول لحضراتكم النهارده في السادسه كمان هيكون معانا واحد من اساطير كره القدم في العالم كله، هو اسم طبعا شهير جدا يمكن في فتره الثمانينيات، تالق بشكل كبير جدا مع منتخب المانيا، وواحد من ابرز الاسماء في عالم حراسه المرمى في تاريخ كره القدم، توني شوماخر طبعا حارس الدولي الالماني، هيكون ضيف علينا النهارده في السادسه. هنتكلم معاه طبعا عن منتخب المانيا، هنتكلم على مرحله يواكيم لوف، وهنتكلم على مرحله هانس فليك، وهنتكلم على خروج الالمان من بطوله اليورو. خلوكم معانا وتابعونا، اعتقد واحد من اهم اللقاءات اللي اجريناها في السادسه، ضيفنا النهارده توني شوماخر في فقره الفيديو كونفرنس. خليني بس افكركم كمان قبل ما اقول لكم نتائج ماتشات امبارح، انه النهارده طبعا ما فيش ماتشات في اليورو، ماتشات امبارح كانت اخر ماتشات دور ال 16، لكن افكركم بسؤالنا اللي موجود معانا لغايه بكره، وبالمناسبه عشان بكره احنا مش هنقابل حضراتكم طبعا، السؤال اللي موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، مين هم افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي والترجي الاخيره، مباراه العوده في القاهره؟ ومن بكره ان شاء الله السؤال ده هيكون مستمر لغايه اللحظه اللي بتبدا فيها مباراه الاهلي وبيراميدز، كلنا طبعا في انتظارها، اول مباراه للنادي الاهلي في الدوري بعد غياب طويل، ومباراه قويه جدا الحقيقه، واحد من كلاسيكيات بقت خلاص اتفرض علينا انها تبقى واحد من كلاسيكيات الكره المصريه بحكم حاجات كتير قوي. لكن في النهايه من بعد المباراه بكره ان شاء الله، عشان احنا مش هنكون موجودين، خليني اقول لكم برضو انه على صفحه ناس طبعا جمهورنا على السوشيال ميديا اللي بيتابعونا وبيتابعوا السادسه هيكون موجود، لانه احنا عندنا كل ثلاث ايام ماتش، وبالتالي هيكون موجود سؤال تاني، مين افضل ثلاث لاعبين بعد انتهاء المباراه على طول، افضل ثلاث لاعبين من النادي الاهلي في مباراه الاهلي وبيراميدز، والسؤال ده هيستمر معانا ان شاء الله لغايه لما تيجي او يجي اليوم اللي هنلعب فيه مع سموحه. افكر حضراتكم بقى قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا بنتائج امبارح، خروج المانيا واحده برضو من المفاجات، وان كانت مش مفاجاه قوي لانها خرجت على ايد منتخب قوي جدا محترم جدا بيقدم اداء كويس من بدايه البطوله مع ساوس جيت، طبعا هو منتخب انجلترا اللي تفوقت على المانيا بنتيجه 2-0، ولاول مره اوكرانيا الحقيقه بقياده شيفتشينكو، شيفتشينكو واحد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ الكره الاوروبيه مش بس الاوكرانيه،
قدروا ان هم يكسبوا السويد بنتيجه 2-1 ويتاهلوا ويكملوا. في مفاجاه اعتقد لانه اوكرانيا ما كانتش من الفرق المرشحه انها توصل بعيد في البطوله، لكن وصولهم للمرحله دي اعتقد واحده من المفاجات الكبيره جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي حلقتنا في السادسه وندخل في كل التفاصيل. طيب نبدا مع حضراتكم بقى وندخل في التفاصيل والكلام. البدايه طبعا عن تمرينه النادي الاهلي. النهارده الاهلي يتمرن يدخل معسكر السعداني طبعا لمواجهه بيراميدز بكره. خليني اقول لحضراتكم طبعا يعني احنا عندنا يعني القائمه تقريبا شبه مكتمله باستثناء طبعا اصابه كابتن وليد سليمان، نتمنى له ان شاء الله شفاء بسرعه ويرجع ويدخل في اقرب وقت. عندنا ايمن اشرف، ايمن اشرف هيغيب عن ماتش بكره لانه عنده ثلاث انذارات وبالتالي تاكد غيابه عن ماتش بكره. المركز المساك ومركز الباك اليمين هو اللي يمكن ما يكونش فيه استقرار بشكل نهائي على الاسماء اللي هتظهر بكره في تشكيله الاهلي الاساسيه، يعني غياب ايمن بيخليك تقول انه ممكن ياسر ياخد ماتش بكره وممكن كمان رامي ربيعه يدخل. الباك اليمين اعتقد طبعا اكرم متفقين انه اكرم اداه بشكل كبير جدا وتفوق على نفسه الحقيقه في الماتشين بتوع الترجي ذهابا وعوده، وبالتالي احتمال انه ياخد بكره وارد، واحتمال كمان انه يجهز هاني ويرجع هاني بالتدريج امر وارد جدا. فيما عدا ذلك اعتقد انه باستثناء السلاي، السلاي يمكن كمان موقفه مش واضح بشكل كبير وده اللي هتاكد منه طبعا من زميلنا كريم احمد الموجود في الملعب النهارده بيتابع التمرينه، لانه السلاي ما شاركش في تمرينه امبارح. السلاي بس يمكن كان بيعاني بشويه اجهاد كده او ارهاق، فيعني عمل جري شويه حوالين الملعب لكن ما شاركش في التمرينه. طبعا السلاي هو ظاهر في الكادر مع محمد محمود. محمد محمود طبعا انا مستنيه الحقيقه، انا مستني محمد محمود بشكل كبير لانه انا مش متابع الولد قوي، يعني ما يعني عارف انه كان مع منتخب مصر ومؤدي بشكل كويس بس ما شفتوش كتير في الملعب فمش قادر احكم عليه، لكن كل الكلام على محمد محمود في منتهى الايجابيه، يعني ما شفتش حد الا بيشوف في الولد ده حاجه كبيره جدا. فان شاء الله يرجع يوم السبت يدخل التمرين الجماعي وان شاء الله يكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي في المشوار الجاي. 3 شهور في منتهى الاهميه وثلاث شهور عندك فيهم قدره على حسم 4 ألقاب وان شاء الله باذن الله قدها ونعملها. طيب خلينا نروح لكريم في الملعب يدينا اخبار التمرين النهارده ويطمنا على مشاركه بدايه السوليه حالته الفنيه ومدى جاهزيته ويطمنا طبعا على فرقه النادي الاهلي. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، طبعا كل التحيه لك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى بقى كل التوفيق غدا في مباراه بيراميدز والعوده من جديد لبطوله الدوري العام ان شاء الله، دوافع متجدده ان شاء الله وفصل تام كالعاده طبعا وكعاده لاعبي النادي الاهلي في البطوله الافريقيه بتغلق الصفحه تماما، لان يمكن مرحله مهمه جدا، عدد كبير من المباريات المؤجله تحسم بشكل كبير جدا معانا الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. هبدا معاك زميلي احمد، يمكن سؤالك كان على عمرو السوليه ومحمد هاني ويمكن ذكرت كمان محمد محمود. عمرو السوليه يعني ان شاء الله باذن الله جاهزيته تامه جدا النهارده، بيشارك في التدريب بالكامل. عمرو السوليه يمكن كان في تأني عليه وتدريب امس كان تدريب خفيف، لكن يعني مرحله زي ما قلنا قبل كده زميلي احمد محتاجه جهد كبير ومحتاجه انكار ذات وتضحيات كبيره جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله عمرو السوليه كعادته ان شاء الله برجولته يكون واحد من العناصر الاساسيه غدا ويكون ليه دور مؤثر جدا في مباراه بيراميدز. الحقيقه يمكن هو محمد هاني الموقف لسه يمكن لم يتحدد بعد، لان شفنا محمد هاني بيجري فردي يعني بيتدرب فردي قبل التدريبات الجماعيه، حتى ما التدريبات الجماعيه بدات محمد هاني لم يشارك بشكل قوي في التدريبات الجماعيه، فيا رب ان شاء الله تبقى يعني في تأني شويه على محمد هاني او تبقى في حاجه بسيطه او رؤيه طبعا للجهاز الطبي للنادي الاهلي، لكن موجود اكرم زي ما انت ذكرت وموجود كل اللعيبه اللي ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي ثغره ما يبقاش في اي حاجه يعني تدور النادي الاهلي، الجبهه اليمنى الجبهه اليسرى عندنا وفره بشكل كبير وكل اللعيبه عارفه اهميه المرحله. محمد محمود كمان اللي بنتمناه ان شاء الله باذن الله يرجع من جديد، هي اقدر اقول لك زميلي احمد يعني عدد من الايام بسيطه جدا ونشوفه في التدريبات الجماعيه، يعني ده اللي يمكن على طول بياكد عليه الجهاز الطبي للنادي الاهلي. محمد محمود عنصر من العناصر المنتظرينه بشكل كبير جدا الحقيقه، يعني عايزين نشوفه في الملعب بقى الفتره اللي جايه، لكن بجانب التحضيرات وبجانب طبعا الاصابات هي اصابه وليد سليمان الحقيقه اللي يمكن محزنه شويه وفي توقيت صعب جدا، يعني بقيمته الكبيره وليد سليمان حتى لو ما بيشاركش وجوده بيبقى مهم جدا في مباراه نهائيه في بطوله افريقيه، لكن الاهلي بمن حضر كعادته في كل المباريات في البطوله الافريقيه وفي البطوله المحليه. تدريب قوي جدا النهارده يعني
تضمنه تكتيك وجرعات تكتيكيه طبعا عاليه جدا من قراءات بيتسو موسيماني لفريق بيراميدز. وحذر الحقيقه موسيماني كل اللعيبه من انتفاضه بيراميدز، عندهم مدير فني جديد لسه مغلوبين طبعا المباراه طبعا الاخيره فيها الكونفدراليه، فعندهم دفع كبيره، لكن دوافعنا لابد تكون اقوى ولابد يكون تركيزنا اقوى، وده الحقيقه اللي بنشوفه في التدريبات، الجديه بتبقى واضحه جدا زميلي احمد، والتركيز بيبقى واضح مع لعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله تكون مباراه الغد مباراه هامه ويقدر النادي الاهلي يستعيد سلسله الانتصارات في بطوله الدوري العام ان شاء الله. خليني اسالك كمان على اسمين يمكن غابوا لفتره طويله، لكن الاثنين دول انا بشوف ان هم يعني هيكونوا اضافه قويه جدا، واعتقد ان هم من الناحيه البدنيه الحمد لله جاهزين ومطمنين عليهم، ما عندهمش مشاكل، فاضل بس يدخلوا في فورمه الماتشات، واعتقد ان هم هيكونوا اضافه. تكلمني عنهم، كريم نيدفيد ومحمود متولي. محمود متولي ونيدفيد برضو يعني يمكن اقدر اقول لك الجرعات التدريبيه يعني بيستمروا فيها بشكل كبير، لكن بحذر شويه، يعني ما اقدرش نقول الجرعه بتبقى كامله، الاحتكاكات برضو بيبقى فيها حرص شويه، لكن قطعوا شوط كبير جدا في تدريبات الكره وفي العوده من جديد. محمود متولي وكريم نيدفيد يعني الدفع بيهم هيكون في توقيت معين طبعا بيتم الاتفاق بيه مع الجهاز الطبي وايضا الجهاز الفني، لكن هم طبيا جاهزين بشكل كبير جدا بالنسبه لنيدفيد ومتولي. لكن انت عارف طبعا الحماس والمرحله ويمكن الفتره اللي جايه محتاجين عدد من اللاعبين يمكن بيتسو يدور فيهم بشكل كبير جدا، فمش مش عايزين يبقى في لعيب ينزل يحصل له اي حاجه سواء نيدفيد او محمد محمود او محمود متولي، لان محتاجين كل اللعيبه للفتره اللي جايه. لكن بنامل ان شاء الله باذن الله عاقب بقى البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي نبدا نشوف نيدفيد متولي محمد محمود كل اللعيبه اللي يمكن كانت غايبه الفتره اللي فاتت نشوفها ان شاء الله في بطوله الدوري العام، ويا رب ان شاء الله يحافظ على كل لعيبه النادي الاهلي وتفضل الروح الكبيره وشخصيه النادي الاهلي مستمره مع كل اللعيبه. سريعا كريم، خط هجوم النادي الاهلي كله يعني كهربا الشحات جاي طاهر شريف مروان، تكلمني كده عن مدى جاهزيتهم واستعدادهم للاربع ماتشات. الحقيقه يمكن هو مستر موسيماني مركز مع المرحله مش بس مع ماتش بيراميدز، مع الاربع ماتشات المفروض الاهلي يلعبهم قبل ماتش كايزر تشيفز ان شاء الله، وهندخل كمان صلاح محسن معاهم. صلاح محسن طبعا يعني طبعا طبعا جاهز صلاح ورقه رابحه مهمه جدا المباراه طبعا، يعني كل جاهز الحمد لله جدا زميلي احمد الحقيقه، ويمكن ربنا موفقه الفتره اللي فاتت وبيجتهد بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، كل جاهز يا زميلي احمد. انت عارف طبعا يعني زي ما بقول لك المرحله مهمه، ويمكن خلاص التدوير لازم يكون متواجد الفتره اللي جايه، عندنا اربع مباريات في وقت قليل جدا، يعني نقدر نقول كل 48 ساعه مباراه، مش هنقول كل 3 ايام، فمحتاجه تدوير، محتاجه جهد، محتاجه ان كل اللعيبه تكون مركزه، الدور هيجي والفرصه هتيجي لكل اللعيبه، فلابد يكون اللعيبه مركزه بشكل كبير، لان المرحله مهمه ومرحله صعبه وفيها تحدي وتلاحم كبير جدا للمباريات. فان شاء الله باذن الله خط هجومنا يكون كعادته وقوته تكون موجوده، خط الدفاع موجود، بدري بنون ياسر يعني كل اللعيبه ربيع، الحقيقه لعيبتنا فايقه جدا الحمد لله الفتره اللي فاتت، بنتمنى بس يعني الفتره اللي جايه توفيق يبقى معانا، وان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مع فريق النادي الاهلي في سواء في بطوله الدوري العام او في بطوله الافريقيه. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من ملعب مختار التتش، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم رساله مستر موسيماني، انا قلت يعني حتى وانا بتكلم مع زمايلي قبل الهوا كنت بقول انه انا طبعا طبعا اكيد ما حدش يختلف ان كل نقطه مهمه جدا في سباق التنافس على الدوري المصري، والاهلي فوزه بكل ماتشاته يضمن له الصداره ويضمن له التتويج بالبطوله، مش بس فوزه بكل ماتشاته، حتى لو خسرنا او عطلنا في مباراه مسموح لينا ان احنا نعترف حسابيا او رقميا، يعني ده برده ما ياثرش على فرصنا في التتويج ببطوله الدوري العام. ليه؟ لانه اقرب منافس ليك لو انت كسبت كل ماتشاتك وخسرت حتى ماتش واحد او تعادلت ماتش واحد ما اتمناهاش خساره، خلينا وتعادلت ماتش واحد برده يبقى فيه فارق نقطتين لصالحك، لانه انت لو خدت كل النقاط كامله هتبقى فارق عنه باربع نقاط. فعشان كده بقول لحضراتكم السباق على النقاط وتعويض ما فات من ماتشات متاجله بالتاكيد اولويه قصوى، وده اللي ركز عليه مستر موسيماني. رساله مستر موسيماني للعيبه كانت في منتهى الوضوح، انسوا انسوا كل منصات التتويج اللي وقفت عليها، وانسوا كل البطولات اللي انتوا حققتوها، احنا لسه ما حققناش حاجه، قدامنا 3 شهور في منتهى الأهمية، وعندنا القدرة إن احنا نتوج بكل البطولات اللي احنا بننافس على ألقابها. كل نقطة من الأربع ماتشات اللي هيسبقوا كايزر تشيفز أولوية قصوى بالنسبة لمستر موسيماني، وكلامه مع اللعيبة إنه اعتبر الأربع ماتشات اللي جايين دول ماتشات كؤوس، كلام محترم جدا. كل ما أخشاه فقط بس لا غير وأعمل حسابه قبل ما نروح نلعب في المغرب إن شاء الله مع كايزر تشيفز، هو إنه ربنا يحمي فرقتنا من الإصابات ومن الأجهاد، لأنك أنت هتلعب
كل اسبوع ماتشين، يعني احنا الخميس بكره بيراميدز، الحد سموحه، الخميس مقاولين، الحد مقصه، وبعد كده ان شاء الله نسافر على المغرب بقى عشان هيبقى في فقاعه طبيه، هيبقى في طبعا تحضيرات، وتسافر بدري عشان انت تشوف محل، يعني طبعا كل نادي الاهلي بيعمل ده من بدري، حتى من قبل ما البعثه بتسافر بيتم تحضير كل ده عشان تبقى الامور يعني جاهزه ومتوضبه. لكن في النهايه اهم حاجه عندي او اهم مباراه جايه بالنسبه وبالنسبه لكل الجمهور هو ماتش كايزر تشيفز، فاتمنى ان انا اوصل للمرحله دي. محدش يعني محدش يرفض انك انت تكون واخد العلامه الكامله ال 12 نقطه، لكن الاهم بالنسبه لي هو انه يكون مفيش اصابات، مفيش غيابات على النادي الاهلي في هذه المباراه المهمه جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله نحقق ال 12 نقطه من الاربع ماتشات الجايه. ماتش بكره تختلف فيه الدوافع بشكل كبير. انا يعني من وجهه نظري في فرق معينه بعينها كده لما باجي العب معاها ما ببصش لترتيبها في الجدول، وما ببصش لحالتها الفنيه، وما ببصش لاخر نتائجها في مسابقه الدوري او في اي مسابقه هي بتلعب فيها، وما ببصش حتى لاوضه اللبس بتاعتها. عارف كويس جدا ان كل الحاجات دي بتاثر، لكن انا بشوف مثلا انه فرقه زي الاسماعيلي، فرقه اكيد طبعا زي الزمالك، فرقه زي بيراميدز ماتشاتها غير مرتبطه باي مقدمات، لانه في دوافع كتيره جدا على مستوى كل فريق تخليه عنده رغبه شديده جدا في اثبات نفسه قدام المنافس. يعني انت لما بتلعب نادي الزمالك او بتلعب نادي الاسماعيلي او بتلعب نادي بيراميدز، تركيبه اللعيبه اللي موجوده فيهم والتاريخ الطويل باستثناء بيراميدز ملوش تاريخ طبعا، يعني بيراميدز هنتكلم في سنتين ثلاثه، لكن اقصد اقول مثلا فرقه زي الزمالك، فرقه زي الاسماعيلي، تاريخ طويل جدا من التنافس بيننا وبين بعض، بيخلي اللقاء ده بعيدا عن اي حسابات مرتبطه بانت ترتيبك كام في الدوري او انه الثلاث نقط اللي هتاخدهم في الماتش ده، الحسبه هنا بتبقى بره حسبه الثلاث نقط، الحسبه هنا انه الماتش ده بطوله في حد ذاته، انك تكسب النادي الاهلي في المباراه دي في حد ذاتها انجاز كبير جدا، غير مرتبط بفكره انك بتنافس على البطوله او لا، او محتاج الثلاث نقط ولا لا، فبالتالي الدوافع دي، وخصوصا انك انت بتلعب الاهلي وهو في اعلى مستوياته، اعلى مستوى ليه من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه، ولاعبته كمان من الناحيه المعنويه والنفسيه يعني في حاله نشوه، وانت في نفس الوقت في جرح كبير، يعني بيراميدز، بتكلم هنا على بيراميدز على وجه التحديد، في قسوه شديده جدا وانتقادات شديده جدا 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 بتتوجه للعيبه وللجهاز الاداري، الاداره المسؤوله عن ملف الكره في نادي بيراميدز، والجهاز الفني، الجهاز الفني رحل خلاص، يعني في جهاز جديد بيتولى المسؤوليه، هيبقى عنده كمان هو نفسه الدافع انه يقول انا ببدا مرحله جديده، عايز ابتديها على بياض، عايز اثبت ان انا عندي القدره على قياده فريق في هذا الكم الكبير جدا من النجوم، فتست بالنسبه له محترم جدا انه يلعب قدام النادي الاهلي وانه يفوز قدام النادي الاهلي، دي واحده من الدوافع الجانبيه. يعني اللاعبين كمان، يعني انت بتتكلم على تقريبا منتخب اهلي وزمالك، يعني كل اللعيبه بتلعب في بيراميدز او يعني اغلب اللعيبه بتلعب في بيراميدز كانوا في يوم من الايام لعيبه زمالك او كانوا في يوم من الايام لعيبه اهلي، بتكلم على شريف اكرامي، احمد فتحي، عبد الله السعيد، احمد الشيخ، رمضان صبحي، مش عارف نسيت ولا حد تاني ولا لا، بس دول مثلا كلهم اكس اهلي. زمالك عندك علي جبر، عندك احمد الشناوي، عندك ابراهيم حسن، عندك عمر جابر، يعني عندك مختلط، يعني خلينا نسميه كده مختلط بين اهلي وزمالك، فكره انه اللعيبه دي عندها ثقافه البطوله، يعني اللعيبه دي متعوده انها لما تلعب ماتش او تخش بطوله هي بتنافس على البطوله، مش بتلعب من اجل الثلاث نقاط ولا التمثيل المشرف، لا انا داخل انافس على البطوله، عنده الثقافه دي. اللعيبه دي كلها دوليين، اللعيبه دي لعبت لمنتخب مصر في مراحل سنيه مختلفه، وبالتالي ثقافه اللعيب الدولي او ثقه اللعيب الدولي في نفسه تختلف عن لعيب محلي ما لعبش ماتشات دوليه وما شاركش ملبس فنيه منتخب مصر. اللعيبه دي عندها كم كبير جدا من الخبرات، بالاضافه طبعا للهدف من وجهه نظري، يعني انا بحط دايما نفسي مكان الطرف المقابل او الطرف الاخر، ودايما بحاول اشوف بيفكر ازاي، انه اللعيبه دي عايزه تثبت انها لعيبه على مستوى عالي جدا، وانه رحيلهم سواء كان بارادتهم او غصب عنهم من انديتهم كان شيء خطا، بالتالي انا محتاج اثبت نفسي واثبت قدراتي واثبت امكانياتي قدام النادي اللي انا كنت بلعب فيه في يوم من الايام. كل دي دوافع بس عشان اطلعكم من حته انه يعني اخر كلام طبعا
بيتقال على قصه محمد فاروق في في نادي بيراميدز وقصه التعمد في اهدار ضربه الجزاء. ما اعتقدش يعني رايي الشخصي ما اعتقدش انه في لاعب ابدا ممكن مهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسات ومهما كانت حجم الخلافات انه في لعيب ممكن يتعمد انه يأذي فرقته باي شكل من الاشكال، لانه الحقيقه هو مش بيأذي فرقته في الوقت ده بنفس القدر وبنفس الحجم اللي بيأذي بيه نفسه. فبكره ماتش بره كل الحسابات، نتمنى ان شاء الله انه ماتش بدايه يكون ممتع، يعني نتفرج على كوره حلوه وكوره ممتعه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي يحسم الثلاث نقط لصالحه ويقدم اداء محترم يقول انا رجعت للدوري بنفس القدره على التركيز والانجاز، ويكون في نفس الوقت بيجهز نفسه للمباراه المهمه جدا ماتش كايزر تشيفز، واحد من اهم نجوم الكره العالميه واهم نجوم الكره الالمانيه هيكون ضيفنا في السادسه توني شوماخر، بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. نستقبل بقى مع حضراتكم توني شوماخر، طبعا أسطورة الكرة الألمانية وحراسة المرمى الحقيقة على مدار فترة طويلة جدا، ومش بس في ألمانيا الحقيقة، يمكن واحد من أهم الأسماء في عالم كرة القدم على مدار الأجيال المختلفة في طبعا حراسة المرمى. توني شوماخر أهلا بيك على شاشة الأهلي، وبشكرك طبعا على وجودك معنا في السادسة. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بكم. توني شوماخر هبتدي مع المنتخب الالماني، وازاي شفت وتابعت خروجه على ايد انجلترا من بطوله اليورو، وهل بالنسبه لتوني شوماخر ده كان امر متوقع ولا كنت منتظر من الالمان ماكينات الالمانيه انها توصل لابعد كده في البطوله او تنافس على اللقب؟ بكل تأكيد لقد تحدثت مع عائلتي وأسرتي بالأمس قبل المباراة، أعتقدنا أن الألمان الفريق الألماني سوف يواصل وينتقل، ولكن خيبة أمل ما حدث، لم يكونوا على المستوى المتوقع ولا كان لابد عليهم أن يخسروا من الفريق الإنجليزي أو من الإنجليز. لقد رأيت السويسريين وما فعلته، لعبوا بروح كبيرة وبروح الفريق وبقوة وعزيمة وفازوا بالفعل وتخطوا هذه المرحلة، هذا ما كنت لا أتوقعه من المنتخب الألماني. من وجهة نظرك كتير كانوا متفقين أن المجموعة في دور المجموعات المجموعة اللي وقع فيها المنتخب الألماني هي مجموعة نارية، ورغم كده شفنا ثلاث منتخبات من العيار الثقيل بتخرج في خلال 48 ساعة، البداية كانت البرتغال ثم خروج فرنسا ثم خروج ألمانيا، هل ده كان أمر متوقع ولا بتعتبره من مفاجآت، وإيه هي أهم أسباب خروج المنتخبات الكبيرة وتألق المنتخبات الصغيرة في بطولة اليورو أو في نسخة اليورو الحالية؟ بكل تأكيد أنا أعتقد الأسباب بالنسبة لي، الفرنسويين لعبوا بكل غرور وثقة عالية وكان السبب كبير من خسارتهم. بالنسبة للبرتغاليين أو البرتغال لم يكن لهم عندهم الفرصة الكبيرة بين المنتخب الألماني وفرنسا، وبالنسبة لي خروجهم المبكر شيء متوقع بالنسبة لي، أما الفريق الألماني لم يكن على هذا التوقع. بالنسبة لي كنت متردد هل هذه مفاجأة أم لا، فأعتقد أننا لم نؤدي بالشكل المطلوب للأسف. عندما نرى أن بكل تأكيد كان لدينا فرصة للعبور والتواصل إلى الدور القادم، ولكننا للأسف خرجنا لأننا لم نكن على كامل العزيمة والقوة وروح الفريق، هذا ما رأيته من فريقنا للأسف. بالمناسبة خليني أسألك، هل بتعتبر الخسارة من إنجلترا مجرد خسارة مباراة أو خروج من بطولة اليورو، ولا بتعتبرها نهاية مرحلة يواكيم لوف مع المنتخب الألماني وبداية مرحلة جديدة يجب فيها التغيير أو تطوير الفكر والأداء الماكينات الألمانية؟ بكل تأكيد لوف إنه 15 عام مدرب للمنتخب الألماني والمكانات الألمانية، أعتقد أن خروجنا في هذه المرحلة أمام الإنجليز هو خروج مبكر فعلا، وكنت لا أتمنى ذلك. هانزي فليك سوف يأتي كخليفة للوف، هو مدرب المنتخب مدرب بايرن ميونخ
حقق إنجازات كبيرة الموسم الماضي، 7 بطولات. هو سوف يكون عليه حمل كبير، هانزي فليك نحن نثق فيه، إنه شاب صغير مقارنة بليف ليف، كبير في السن فوق 60 سنة، ونثق في هانزي فليك سيحدث تغيير بكل تأكيد. خليني أسمع وجهة نظرك في فكرة إنه الإعلان عن إنه بطولة اليورو هتكون آخر بطولة يتحمل مسؤوليتها يواكيم لوف، وانه هانز فليك هيتولى مسؤولية المنتخب الألماني بعد انتهاء البطولة مباشرة. هل تعتقد ان ده ممكن يكون او كان ليه تأثير بالفعل سلبي حتى من الناحية المعنوية على يواكيم لوف نفسه وعلى منتخب ألمانيا اللي بيعرف او العارف وبيدخل بطولة وعارف انه دي البطولة الأخيرة للمدير الفني الخاص بي؟ نعم، لا أعتقد ذلك، ليس له علاقة بهذا الموضوع. نحن نعلم ذلك، هو لوف يعلم ذلك أن هانزي فليك سوف يأتي. لوف هو من أعلن أن هذه هي البطولة النهائية والأخيرة له مع المنتخب الألماني، فهو يعلم ذلك جيدا. نحن فعلا مع لوف في الفترة الأخيرة نؤدي بشكل غير مستقر ونعاني، ويعاني الفريق الألماني بشكل كبير في هذه البطولة. هذه البطولة بالنسبة له، بالنسبة للوف، كان لابد عليه أن ينهيها بشكل جيد، ولكن للأسف انتهت بشكل سيء بالنسبة للوف. من وجهة نظرك، إذا ما أراد هانز فليك تصحيح المسار، المنتخب الألماني دايما منتخب كبير وصاحب فرص ومرشح دايما لتحقيق أي بطولة بيشارك فيها، إذا ما أراد هانز فليك أنه يصحح المسار للمنتخب الألماني، إيه أهم الحاجات أو أهم الخطوات اللي عليه يجب عليه أنه هو يشتغل عليها؟ أنا أعتقد أن هانزي فليك هو التغيير المهم والأهم. هو صنع الفريق البافاري في الفريق في الفترة الأخيرة، هو طور الفريق بشكل جيد، مثل ليفاندوفسكي مع بعض حققوا إنجازات. طور هانزي فليك بكل تأكيد في لاعبين كثيرين مع الفريق البافاري بايرن ميونخ، واعتقد انه يملك القدرة والقوة. هو قوي، هو يفهم اللغة، لغة اللاعبين، لغة الألمان. بكل تأكيد هو يستطيع تطويرهم ويصنع الفارق وينقل الفريق الى مرحلة افضل. الفقرة موزيالا، جمال موزيالا، اللاعبين زانيه، جنتا، كاي هافنز، لاعبين كثيرين ممتازين. أعتقد هم المستقبل، هم مستقبل الفريق الألماني، وأعتقد أن هانزي فليك سوف يلعب معهم. هانزي فليك يفهم جيدا كيف يتعامل معهم، وهو من لعب في على تطويرهم، فهو يحدث التشجيع والثقة ويخلق ذلك فيهم بكل تأكيد. بمناسبة كلامك عن ليفاندوفسكي، هو الحقيقة هو في مركزين في المنتخب الألماني حابب جدا أن أنا أسمع وجهة نظرك فيهم. المركز الأول هو مركز المهاجم الصريح، مركز رأس الحربة، وده واحد من المراكز اللي دايما ألمانيا على مدار كل أجيالها المختلفة كانت بتقدم فيه يعني فلتات، بتقدم فيه سوبر ستار، مش عايز أنسى بس يعني رودي فولر، كلينسمان، أوليفر بيرهوف وغيرهم من المهاجمين طبعا الأفزاز. هل منتخب ألمانيا بيعاني في إيجاد المهاجم القادر على صناعة الفارق، وخصوصا أنه لما بنبص لدوري الألماني أو البوندسليغا بنلاقي أنه أبرز 2 مهاجمين فيه مش ألمان، ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ وإيرلينغ هالاند في بروسيا دورتموند. ده المركز الأول، خليني أسمع رأيك في ده الأول. سؤال جميل، وأنا أتفق معك تماما، لديك حق فعلا. عندنا جنابري لاعب ألماني من بايرن ميونخ، وعندنا أيضا توماس ميلر. بالفعل هم من وجهة نظري الراوند، يلعبون يمين شمال، ليسوا بممثل المهاجم الصريح القوي كما كان لدينا في الماضي مع المهاجمين الألمان. ليفاندوفسكي عندما نراه مع بايرن ميونخ فهو لاعب قوي، قد يمثل قوة كبيرة، يستطيع التحرك من اليمين إلى الشمال وتحول الفريق بشكل هجومي قوي، وهذا ما صنعه هانز فليك مع ليفاندوفسكي ومع اللاعبين. بكل تأكيد أنا أعتقد هانز فليك سوف يحدث ذلك أو يطور ذلك. طيب، المركز الثاني هو مركز حراسة المرمى، وأنت شخصيا
زمان كنت واحد من اساطير حراسه المرمى في الكره الالمانيه، وكنت مدرب لبايرن ميونخ، مدرب حراس مرمى في بايرن ميونخ. خليني اسالك على مركز حراسه المرمى في المنتخب الالماني، وهل بترى انه في ظلم بيقع على تير شتيجن؟ طبعا احنا بنتكلم على منتخب يملك اثنين من اهم حراس المرمى على مستوى العالم، مانويل نوير وتير شتيجن. هل بتعتقد انه في ظلم في بعض الاوقات لتير شتيجن وبسبب مشاركه نوير المستمره؟ أنا أعتقد أن نوير هو الأفضل، هو أفضل حارس مرمى في العالم. هناك ديبنسوف من إيطاليا هو يعني هو الحارس رقم اثنين. أنا بالنسبة لي نوير هو الأول، هو الأقوى في العالم كحارس مرمى، هو يمتلك كل القدرات. دعني أذكر لك، عندنا في ألمانيا نمتلك لاعبين كثيرين كحراس مرمى يمتلكون القوة والقدرة الكبرى في هذا المركز. هذا المركز لا نعاني منه، لدينا عندنا شباب كثيرين سوف يقدمون. نويا استطاع أن يمتلك كل القدرات، بالتالي يعتمد عليه كل المدربين. هذا ليس فقط في بايرن ميونخ أو المنتخب الألماني، كما نرى هو رقم واحد. هو هذا المركز، أتفق معك، هو مركز مهم، ولكن في الأعوام الأخيرة هو مركز المركز الأفضل. أوليفر كان على سبيل المثال، أمثلة كثيرة، هانز ماير، أجيال قديمة. ليس لدينا مشاكل مع حراسة المرمى في هذا المركز، ولكن كما ذكرت حضرتك لدينا مشكلة كبيرة مع المهاجم. طيب خليني بعيدا عن المراكز أخذ رأيك، دي حاجة يمكن مش مرتبطة بمركز معين، لكن طالما كان المنتخب الألماني فيه لاعب يمثل شخصية القائد، شفنا ده بيعمله طبعا بيكنباور، شفنا ده بيعمله رومينيجي، لوثر ماتياس، مايكل بالك، حتى جوينشتايجر كان بيقوم بنفس الدور ده، القائد اللي بيحرك الفريق داخل الملعب. مين قائد المنتخب الألماني من وجهة نظرك في بطولة اليورو؟ وإيه رأيك في قصة اعتزال توني كروس اللعب دوليا بعد انتهاء البطولة أو بعد الخروج من البطولة؟ بكل تأكيد بكل تأكيد كما ذكرت حضرتك، فريقنا الفريق الألماني لابد عليه من وجود قائد. كيميش هو قائد، أراه قائد يستطيع تحريك الفريق معه. ميلا، نويا أيضا يقومون بهذا الدور. ميلا أعتقد في هذه البطولة لم يلعب بالشكل المطلوب أو الشكل المطلوب منه أو المتوقع منه. كيميش بالنسبة لي ومانويل نويا هم قائدين، هم فعلا لاعبين جيدين جدا، يستطيعون أن يقودون الفريق، ولكن أيضا لم أرى ذلك من كيميش وبعض اللاعبين الآخرين. لم يلعبوا على نفس الروح ولا نفس المستوى المتوقع منهم بكل تأكيد. بعيدا عن الحراس الألمان، مين لفت نظرك في البطولة دي من حراس المرمى يعني اللي بيشاركوا في بطولة في أي منتخب من المنتخبات؟ مانويل نويا والإيطالي، الحارس الإيطالي دوناروما. أعتقد الإيطاليون يمتلكون اللاعبين جيدين، هم بالنسبة لي هم المرشحون. لم يخسروا في أكثر من 30 مباراة، لم يستقبلوا أهداف كثيرة، فهم يمتلكون حارس جيد ودفاع جيد، لاعبين جيدين رائعين يمتلكهم المنتخب الإيطالي بكل تأكيد. أعتقد في وقت ما سوف يأتي خليفة نوير عن الحارس الإيطالي بكل تأكيد. طيب، هو الخليفة لنوير. طيب خليني أطلب منك ترتب لي حراس المرمى دول من حيث القوة في الأداء من وجهة نظر توني شوماخر: مانويل نوير، نافاس، تيبو كورتوا، وجان لويجي بوفون، حارس طبعا ايطاليا. بوفون لم يلعب مع المنتخب الايطالي هذا العام، ولكن هو حارس عظيم. بافلينو هذا حارس عظيم، هو الماني ايضا.
مع نويا. المشكلة بالنسبة لي لم يظهر في الإعلام بشكل جيد ولم يعرفه أو يظهر بشكل جيد لم يعرفه الجميع. طيب خليني أعيد صياغة السؤال بشكل تاني. مين المنافس من وجهة نظرك؟ مين اللي منافس بالنسبة لمانويل نوير؟ لأن واضح أنك أنت يعني مقتنع بشكل كبير جدا وهو طبعا يمكن يكون أفضل حارس مرمى في العالم فعلا. بس مين المنافس الرئيسي لمانويل نوير على مركز أفضل حارس مرمى في العالم؟ أريد أن تكملة للسؤال الأول، أعتذر ولكن سوف أتي لك لسؤالك الحالي. لابد علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار ما حدث. أتمنى أن تكون تسمعني الآن. أسمع، تفضل. أن نوير هو لعب لوحده والفريق الألماني لعب لوحده أو كان سبب في الخسارة أو لا؟ إليك الآن سؤالك مرة أخرى لو سمحت. بسألك مين المنافس، مين الاسم اللي ممكن يكون بينافس مانويل نوير على المركز رقم واحد في حراسة المرمى على مستوى العالم؟ سوف أتي وأعيد ذلك. هو الحارس دوناروما، الحارس الإيطالي، هو أفضل حارس في العالم بعد نويا، ظهر بشكل جيد. هو مرشح وخليفة مانويل نوير من وجهة نظري. بمناسبة طبعا أنك واحد من رموز بايرن ميونخ أو بايرن ميونخ، خليني أسألك، ويمكن كان في مواجهات كتيرة جدا جمعت بين النادي الأهلي اللي حضرتك ظاهر على شاشته دلوقتي وبين بايرن ميونخ الألماني، آخرهم طبعا مواجهة رسمية في بطولة كأس العالم للأندية. كان انطباعاتك إيه عن النادي الأهلي، وكان رأيك إيه في مستوى حارس مرمى طبعا محمد الشناوي؟ بكل تأكيد كان لم أعرف لاعبين كثيرين، ولكن هناك لاعبين جيدين جدا جدا ممتازين، لعيبة رائعة في مصر وفي النادي الأهلي. محمد شناوي حارس قوي، حارس كبير، أنا لاحظته ورأيته في بطولة كأس العالم الأخيرة، كأس عالم الأندية. عندما نرى إنجلترا وفرنسا والمنتخبات الكبيرة أيضا يمتلكون لاعبين جيدين، هناك مدارس ومدارس للناشئين وتدريب من وقت لآخر لخلق لاعبين جداد أو جددي يستطيعون الالتحاق بالفرق الكبيره والمنتخبات الاولى والفرق الاولى بعد خروج. طب لسه معانا شوماخر. طيب حتى لو الصوت بس معانا، خليني بس نساله بعد خروج المانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا، مين من وجهه نظره مرشح للحصول على لقب يورو 2020؟ بالفعل مرة أخرى سؤال حضرتك. بسأل من بعد خروج الأربعة الكبار من الدول الستاشر، مين من وجهة نظر المنتخب المرشح أو الأقدر على الوصول للقب يورو 2020؟ بالنسبة لي المرشح الأقوى هو الإيطاليون، هم إيطاليا، بلجيكا أيضا فريق قوي، إيطاليا رقم واحد، بلجيكا سوف تأتي في المرحلة أو المركز الثاني. أعتقد واحد منهم سوف يفوز بلقب اليورو هذا العام. شوماخر، سؤالي الأخير ليك متعلق بالصورة اللي موجودة في الخلفية بتاعتك، وده اختبار ممكن يكون لذاكرتي. دي صورة مايكل شوماخر في كأس العالم إسبانيا 82 أو المكسيك 86، مش عارف يعني، مش متذكر، أعتقد أقرب إسبانيا 82. سؤال جميل. أو يا تفاجأتني بهذا السؤال. ده كانت صورة، هذا كبروفايل إند ميلا. أو رسمني 83 مرة هذا الرسام، وهذا رسمني هكذا.
ليس له علاقة بالمنتخبات، هو رسام رسمني. أنا مرة تانية بشكرك جدا، اتشرفت بالمقابلة وبشكرك جدا على ظهورك معانا على شاشة الأهلي في السادسة. طبعا توني شوماخر أسطورة حراسة المرمى في الكرة الألمانية. الكلام أكتر على اليورو وعلى المفاجآت، وهل ننتظر مزيد من المفاجآت مع دكتور وليد الحديدي ضفنا في السادسة، بس بعد فاصل سريع. ليست بالأسماء تحسم البطولات. الأسبوع ده تحديدا في بتاع 2-3 مليار دولار ودعوا بطولة أوروبا. خروج الحقيقة كان غير متوقع على الإطلاق، على الأقل في الدور ده. يعني ممكن كنا نستنى أو نستقبل خبر خروج منتخب بحجم فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال أو حتى هولندا في دور نص النهائي، أو إن هم يوصلوا للمباراة النهائية بس يعني يخسروا اللقب فيها، كان ممكن يبقى شيء منطقي. لكن وبالذات كمان يعني لسه كنت بقول لضيفي دكتور وليد الحديدي إنه مجموعة الموت، المجموعة النارية، الثلاثة صيفوا على طول ورا بعض. هولندا خرجت وراها البرتغال وراها فرنسا، وامبارح كمان ألمانيا ودعت. نتكلم أكتر عن اليورو، هل ننتظر مزيد من المفاجآت ولا خلاص صعب بقى نستقبل مفاجأة تانية من العيار التقيل؟ مساء الخير يا دكتور وليد، منور الدنيا. تسلم، ده نورك يا احمد، ربنا يخليك. شيء او سيناريو غير متوقع على الاطلاق، يعني ذنب المجر على فكره، ذنب المجر صحيح. يعني اتظلمت يا عيني فاتحطت في المعمعة. بس حقيقي اللي يقول لك انا عندي في المنتخب بتاعي امبابي ولا كريستيانو ولا ما، يعني قول له ما يفرقش، قول له ما يفرقش. اللي عملته سويسرا في في البطوله دي واللي عملته اوكرانيا في البطوله دي بيقول ان المنتخبات اللي حاضره والروح والانسجام وكره القدم لعبة جماعية لا تعتمد على النجم السوبر ستار وحده، لا يكفي زي ما الكرة بتعلمنا كل يوم. شوف، واحنا اتفقنا من أول لحظة إن بطولة اليورو هي درس كبير ولازم نتعلم من كل تفاصيله، وكل حاجة بتحصل فيه لازم نقعد ونتفرج وندرسها، ده لو احنا عايزين نتقدم على أي مستوى. أيوة. فالأهم درس قدمته لنا يورو 2020 إن اللي بيؤمن بحظوظه واللي بيستعد كويس واللي بيزيح عن عقله فكرة الماضي والتاريخ والنجوم والسوبر ستارز والمعطيات والفلوس والقيمة السوقية وكل الحاجات دي، وبيخوض مباراة كرة القدم 11 راجل قدام 11 راجل، مش بس فكرة ان يبقى عندك روح، الروح مش كفاية والروح مش بتكسب بس، لكن الاستعداد الصح بيكسب، دراستك لخصمك بيكسب. مدير فني زي بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب سويسرا ما كانش ابدا هيعمل الاعجاز او المفاجاه الكبيره دي. بس جزء سويسرا تحديدا دكتور وليد، انا بشوف روح انك تبقى خسران قدام بطل العالم 3-1، وانك انت تقرر او تحس او تؤمن بانك انت عندك القدره انك ترجع وتعمل ده، ده بالتأكيد روح. يعني طبعا مهم انك تبقى حاضر بدنيا وفنيا ومعنويا ونفسيا، لكن الروح هنا يعني ما دي الاساس. ما احنا اتفقنا ان الايمان واحد، رقم واحد واثنين لحد تسعه. انك تكون مؤمن بنفسك ومؤمن بقوتك ومؤمن بحظوظك، ده بدايه الطريق، لكن مش ده بس اللي هيوصلك. يعني زي ما قلت لك، مش بس الروح لوحدها هي اللي ممكن تكسبك بطوله او تكسبك مباراه كبيره قدام خصم هو المرشح اكتر منك. لان مثلا احنا شفنا في وقت من الاوقات في مباراه سويسرا ان الروح المعنويه لسويسرا انهارت لما ريكاردو رودريجيز ضيع ضربه الجزاء، وبعدها في الدقيقتين كريم بنزيما عدى وعدوهم بقت 2-1 وبعدين وصلت 3-1. فاحنا شفنا الى حد ما انهيار معنوي، لكن تدخلات مدير فني بتبديلات بمحاوله اعاده الروح واحد، وكمان اللعب على اخطاء منتخب فرنسا وعلى نقاط ضعفهم رقم اثنين، فبالتالي وصلت للانجاز اللي انت تستحقه. فده جزء مهم ككره قدم كفنيات. قبل ما ادخل في تفاصيل خليني اعرف منك مين يستحق الخروج ومين اجبر على الخروج من البطوله. شوف، هو طبعا بكل تأكيد المباراة الفنية، المبارزة الفنية بين ديدي ديشا وبيتكوفيتش كانت لصالح ديشا من أول لحظة في المباراة، باستثناء الوقت زي ما قلت لك اللي كان حصل فيه يعني المنتخب الفرنسي ليد في الخمس ست دقايق دول وخلاص، وبعد طبعا ما سويسرا ضيعت. لكن كمجمل لا، اللي استحق التأهل هو بيتكوفيتش وفريقه، فسويسرا استحقت. يعني منتخب فرنسا ألمانيا استحقت الخروج طبعا. في هذه المباراة استحقت الخروج. حتى في الدور الأول ما أقنعتش يا أحمد. يعني احنا في الدور الأول هنشوفنا مثلا منتخب فرنسا قدام ألمانيا كسبت، وأنا وأنت اتكلمنا بعد المباراة دي وقلنا إن ألمانيا ما كانتش بهذا السوء وفرنسا ما كانتش بهذه الروعة، لكن في تفاصيل صغيرة حسمت الموضوع، جابوا جون وناموا عليه حتى كان هدف عكسي. قدام البرتغال ما أثبتتش فرنسا إن هي الفريق اللي جاي يكسب اليورو، ما قدرتش تفوز مثلا فوز مستريح. أيوة. وقدم تعادلت مع المجر مثلا. فمعطيات الدور الاول ما تقولكش ان فرنسا جايه عشان ترعب الكل وتاخد البطوله، ما ده ما حصلش.
منتخب زي منتخب المانيا مثلا اكيد استحق الخروج لانه برضه. عشان عايز اتكلم كمان على المانيا انه افهم انه المانيا ممكن تخرج قدام انجلترا، وبرضه ممكن افهم ان البرتغال تخرج قدام بلجيكا لان اثنين فرقتين برضه من العيار الثقيل. بس خليني قبل ما اخش في تفاصيل الماتشين دول تحديدا هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلام. طيب اربع ايام كوره للمتعه، يعني ان شاء الله بكره الاهلي وبيراميدز الساعة 9 بالليل، ويوم الحد الاهلي وسموحه الساعة 9 بالليل. عندكم بقى كوارتر فاينل يورو جمعه وسبت. يوم الجمعه هيكون طبعا اسبانيا اللي حظها كويس جدا انه جت في طريقها سويسرا، وتعتبر واحده من المنتخبات السهله نسبيا، وان كانت الكوره طبعا علمتنا انه سويسرا في مواجهه فرنسا قدرت تتاهل. ده هيكون الساعة 6 بالليل، ماتش نهائي مبكر برضو، بشوف واحد من أهم الماتشات ده، مواجهة بيني وبين دكتور وليد، مواجهة بين بلجيكا وبين إيطاليا. الحقيقة دكتور وليد متعاطف جدا مع إيطاليا في النسخة دي، والحقيقة بتقدم مستوى أكتر من رائع مع مانشيني في مواجهة بلجيكا، واحد من أكتر المنتخبات اللي يعني صاحبة الحظ الوافر في التتويج. يوم السبت هيكون التشيك في مواجهة الدنمارك الساعة 6، وإنجلترا في مهمة سهلة نسبيا قدام أوكرانيا الساعة 9. احنا ما اتعلمناش على فكره، بقينا بنقول مهمه سهله وبص ما بتطلعش سهله في الاخر. سهله ولا مضمونه. لا ما عادش في مضمون. قول لي كده، خليني اخد بس رايك في المواجهات دي. اسبانيا سويسرا منطقيا اسبانيا. اسبانيا بلجيكا ايطاليا. ايطاليا ان شاء الله. بلجيكا ان شاء الله. طيب مش قادر ما تعاطفش مع ايطاليا، انا بحبهم بصراحه، بس بلجيكا بصراحه بالنسبه لي يعني طبعا هو بص بلجيكا اكمل منتخب في البطوله، هو بغض النظر بقى كيفن دي بروين هيلحق ايدن هازارد، غالبا مش هيلحق المباراه دي. طبعا الاثنين قوه كبيره جدا وبيأثروا بشكل كبير في الشكل الهجومي البلجيكي، سواء لحقوا او ما لحقوش. لا منتخب بلجيكا عنده عمق وافراد ومنتخب متكامل وخبراته وعارفين بعض، فاهمين بعض بقالهم سنين بيلعبوا سوا، فهو اكتر منتخب متكامل في البطوله مفيش خلاف. التشيك في مواجهه الدنمارك طبعا هي هتبقى مواجهه صعبه جدا، بس انا حاسس ان الدنمارك هتكمل تقدر تعملها على حساب التشيك. الاثنين اصل الاثنين قريبين قوي من بعض. انت عارف المباراه دي هتكون اشبه بمباراه اوكرانيا والسويد اللي هم الفرقتين متشابهين في كل حاجه. تمام. فهيكون صعب جدا على فريق انه يكون ليد قوي على الفريق الثاني، بس انا حاسس ان هي ماشيه مع الدنمارك. انجلترا اوكرانيا اقرب طبعا انجلترا. مفيش خلاف. مين في الثمان فرق دول كان مفاجاه بالنسبه لك انه يصل لدور الكوارتر فاينل؟ هو اولا الغريب بالنسبه لي ان في ثلاث توالت صعدوا على حساب ثلاث اوائل في الثمان فرق، ودي ظاهره غريبه جدا. يعني ما اعتقدش ان اي بطوله فيها صعود توالت، ممكن يكون ثلاث احنا صعد اربع توالت. 75% منهم نجحوا ان هم يعبروا على حساب الاوائل. سويسرا كان صعد الثالث، صعدت على حساب فرنسا. اوكرانيا كانت الثالث، صعدت على حساب السويد. التشيك كانت الثالث وصعدت على حساب هولندا. فانت بتتكلم عن مفاجات فعلا بالجمله. فانا بالنسبه لي مثلا صعود مؤكد احنا اتكلمنا عن صعود سويسرا، يعني دي هي المفاجاه الاكبر طبعا. والاعظم منتخب اوكرانيا منتخب قليل الخبرات ومنتخب شاب، انه يصعد طبعا يمكن الحظ ساعده ان السويد سبحان الله هي اللي خدت صداره المجموعه، فقابل السويد بدل ما يقابل اسبانيا فقدر يتعامل معها ويمر من خلالها. وطبعا اكيد كانت مفاجاه التشيك قدام هولندا، وان كان المنتخب الهولندي مش مقنع قوي حتى في دول مع الثلاث انتصارات وكل حاجه فرانك ديبور، واحنا برضو اتكلمنا واتناقشنا في الموضوع ده انه مش هو المدرب المناسب لمنتخب هولندا، وكان بيلاقى انتقادات يعني شديده قبل البطوله ويستحقها هذه الانتقادات. وكمان المفاجاه مش عظيمه بالنسبه لي لان كمان منتخب التشيك ليه تاريخ من ايام ما كان تشيكوسلوفاكيا لحد ما كان في نهائي 96 مثلا وقدر يصعد، وزائد ان عنده مش اسماء سوبر ستارز، بس هو انت عارف المنتخبات اللي ليها تقاليد يعني اللي عندها تاريخ يخليها تدخل اي مواجهه وهي لا انا اقدر اكسب لان انا زمان كسبت، زمان انا كنت منتخب بطولات. فبالنسبه لي ما كانتش مفاجاه صارخه قوي، فممكن نحصر المفاجاه في صعود سويسرا رقم واحد ثم اوكرانيا رقم اثنين. صحيح. انجلترا نسخه ساوث جيت عندها القدره في التتويج، خصوصا انه احنا قلنا في دور المجموعات ما كانش فيه التست اللي تقول عليه انه منتخب جاي يحقق بطوله، لكن اقدر اقول بعد مواجهته لالمانيا لا منتخب او نسخه ساوث جيت جاهزه انها تكون بطل يورو 2020. ساوث جيت عمل مباراه تكتيكيه قدام المانيا تدرس، علشان برضو ندي للراجل ده حقه، والراجل ده يعني يستحق ان احنا نتكلم عنه. هو مش مجرد مدرب عادي عنده جيل فيه، هم اولا ما عندوش سوبر ستارز هو، لكن عنده منتخب متكامل يعني منتخب في كل مركز فيه لعيبه
كويسه، في لعيبه جيده وعنده بدلاء، لكن انه عنده سوبر ستارز باستثناء هاري كين، وبرضه ما تقدرش تحط هاري كين مثلا في احسن خمس لعيبه في العالم. بس عنده يعني لعيبه ممكن انا بشوف انجلترا اكثر المنتخبات اللي فيها لعيبه كوره حلوه قوي، يعني جاك جريليتش ده انا بشوفه لعيب، انا بشوفه كده لعيب كوره يعني ونزوله غير كل حاجه، لعيب كوره جامد جدا يا جماعه. رحيم ستيرلينج بشوفه واحد من افضل الاجنحه على مستوى العالم، هاري كين طبعا واحد من افضل رؤوس الحربه، ماجواير مدافع من المدافعين الكويسين، يعني فيه عندهم لعيبه من طراز رفيع زي ما بنقول. بس ولا واحد من الاسماء اللي انت قلتها، ولا واحد في تشكيله انجلترا باستثناء هاري كين اللي هيكون عليه اختلاف. تمام. ممكن تحطه مثلا في احسن خمس لعيبه في العالم في مركزه، او احسن ثمان لعيبه في مركزه. أيوه. هتلاقي فيه كتير في كل المنتخبات سابقينه، بس هي التوليفه حلو، والتوليفه شابه، والشجاعه انه يكون عامل منتخب شاب في انجلترا، اصلا متعودين دايما ان منتخب انجلترا فيه دايما بيكون خبرات واعمار كبيره، هم بيحبوا ليهم كده شكل كلاسيكي معين. هم دايما بيعتمدوا لا جاري ساوث جيت جاء عمل قلب، رغم انه على فكره يعني هو مش من المدربين اللي خلينا نقول عنده ارضيه كويسه، او يعني انه الجماهير بتسنده وبتدعمه. يعني مثلا انت عارف الفرق بين لما يجي عندك مدير فني زي الجوهري الله يرحمه، او كابتن حسن شحاته، مدير فني ليه ظهير جماهيري كبير جدا والجماهير بتسنده، في مديرين فنيين تانيين ممكن تبقى دايما بيواجه. انجلترا جابت كابيلو وما نجحش، وكان جابت سيفن جوران اريكسون في عزه لما كان احسن مدرب او من احسن مدربي العالم، وبرده ما حققش النجاح. صحيح. انا بس في حاجه يعني نقطه برده صغيره كده حابب اتكلم عن اللي عمله على ساوث جيت امبارح. ايوه. لما يحط تيربيه، طب ما تخلي النقطه دي بعد ما نشوف هو قال ايه في المؤتمر الصحفي. طبعا. نشوف المؤتمر الصحفي. أوكي. ونرجع نشوف تعليق دكتور وليد الحديدي على اللي عمله ساوث جيت في ماتش امبارح. So what pleased me the most was that we'll always have passion and we'll always. أكثر ما أسعدني هو أننا لعبنا دائما بحماسة وبشجاعة وذكاء، فقد ضغطنا في الوقت المناسب وضغطنا بقوة بمواجهات وجها لوجه، وساهم ظهيران في بدء الهجمات، استغل المهاجمون اللحظة المناسبة للانطلاق أو البقاء، وعثروا على توازن باللعب بشجاعة عند حيازة الكرة للمحافظة عليها في منطقتنا طيلة الأوقات. قدم مدافعون أداء استثنائية، لكنهم استغلوا أيضا اللحظة المناسبة لشن هجمة مرتدة، وهذه خطوة للأمام بالنسبة لنا. وطبعا في منتهى السعادة وفي منتهى الثقة، وأعتقد انجلترا عندها القدره انها تروح لبيت. كنت بتكلم على اللي عمله ساوث جيت في مواجهه المانيا. هاخد بس يعني لقطه تكتيكيه صغيره. في صورتين معنا لو يجهزوا عشان دكتور ليد عايز يتكلم عليهم. مين كان السوبر ستار بتاع المانيا، او اهم لاعب في المانيا اللي كان سبب في صعودهم وسبب في فوزهم على البرتغال، الفوز الكبير اللي كان اهم سبب في صعودهم عن المجموعه؟ جوسنس الظهير الايسر الطائر اللي هو بيعمل كل حاجه، بيصنع وبيهدف وبيرقص وبيعدي وبيعمل اسيست وبيعمل كل حاجه. أيوة. ممكنه جوسنز لو شفنا الخريطه الحراريه او اماكن تحركاته مثلا في مباراه المانيا والبرتغال. طبعا احنا شايفين الجنب الشمال اللي فوق ده، الساده المشاهدين شايفين معانا دي المنطقه اللي جوسنز بيتحرك فيها. تمام. لو شفنا المربع الاحمر ده اللي هو الاحمر الزاهي في المنطقه اللي هي المنطقه الخطر اللي عند منطقه جزاء البرتغال، دي اكتر منطقه جوسنز تمركز فيها ولعب فيها وشكل منها الخطوره. ده الماتش في الماتش اللي المانيا خسرتها فيه وكسبت البرتغال 4-2. كسبت البرتغال بقى باداء مميز واستحقاق. طبعا جوسنز كان هو مفتاح الانتصار، مفيش خلاف على كده. الراجل ساوث جيت قاعد يدرس، هو انا ممكن اكسب المانيا ازاي؟ ما هي مش فكره ان يلا يا جماعه تعالوا نكسب المانيا. ما انا لازم اقعد اذاكر. فلما لقى جوسنز هو محور الاداء، فراح منزل له تريبييه. يعني قال له انت كل مهمتك ان جوسنز ما يوصلش للمكان ده. يعني انت لو انت تخرج من المباراه دي وجوسنز ما هوبش ناحيه منطقه جزائنا. أيوة. فلو شفنا الصوره الثانيه بقى عشان الناس زي تقارن. زي كده فكرتني بمحمد هاني مع الفونسو ديفيز وكومان في اهلي بايرن ميونخ في كاس العالم. يعني اكرم مثلا عملها مع حمدو الهوني في ماتش الترجي اللي هو ده اكتر لاعب، فما ينفعش يوصل هنا. دي الصوره الثانيه في المباراه اللي خسرت فيها المانيا من انجلترا. شوفوا الفرق. اللون الاحمر ازاي ده اكتر مكان تمركز فيه جوسنز اللي هو عند منطقه جزائه. لانه كل محاولاته للوصول لمنطقه جزاء انجلترا وتشكيل خطوره باءت بالفشل. ليه؟ لان تريبييه ما كانش عنده اي دور في المباراه غير انه يوقف جوسنز. فانت كده وقفت 50% من قوه المنتخب الالماني. ال 50% الثانيه او 30% الثانيه كانت فين؟ كانت عند كيميتش. نزل له لوك شو، وكان دور لوك شو الوحيد
انه ما يخليش كيميتش يدخل جوه الملعب، لان خطوره هو كيميتش كان بيلعب جناح، جوشوا كيميتش كان بيلعب ظهير جناح يعني، لكن هو خطورته الاكبر هو بيحب يلعب في وسط الملعب وبيحب يلعب في قلب الملعب، فمش هو مش من نوع الاجنحه اللي بيحب يمشي على الخط ويعمل الاوفر والكلام ده، هو بيحب ياخد الكوره ويخترق ويشوت او يعمل الاسيست او يعمل الوان تو. فلوكشو كان عظيم. كل دوره انه واقف كده بالجنب ومخلي كيميتش ياخد الخط رايح جاي، عشان كده مفيش خطوره ظهرت لمنتخب المانيا خلال المباراه، ودي تديك انطباع ان ساوثجيت ده مدرب بيشتغل ومدرب فاهم ومدرب بيعمل فارق، في مدرب بيعمل فارق لصالح فارق. مدرب كويس دي قصه. وافضل مدرب من وجهه نظر دكتور وليد الحديدي في البطوله لغايه دلوقتي مين؟ هي الاختيار دلوقتي صعب، لكن صعب. خلينا نقيس على لحد دلوقتي اكتر مدرب عمل شغل بكل تاكيد وبدون انحياز هو روبرتو مانشيني. اوكي. لان هو اكتر مدرب عمل ثوره تكتيكيه في الفريق وثوره في تغيير شكل الفريق وتغيير كل تفاصيل الفريق، واللعب بمنتخب برضه خالي من النجوم والوصول لهذا الدور باداء قوي. لوف مرحله وانتهت خلاص، منتهيه من 2018. والحقيقه انا كنت مستغرب ليه لوف مكمل مع منتخب المانيا لحد اليورو، وكان غريب جدا. انت كان لازم برضو مش كل حاجه الالمان بيعملوها صح، ما خلينا برضو نتكلم الحاجه اللي تستحق نشيد والحاجه اللي تستحق ننتقد. انت كان عندك 4 سنين من 18 ل 2022، لازم كان يبقى عندك مدرب جديد يجهز فريقك للبطوله الاهم اللي هي طبعا كاس العالم اللي هتبقى 2022. بس خليني اقول لحضرتك حاجه، ودي برضو امور نسبيه في التقييم. انا احلى كوره قدمتها المانيا على مدار تاريخها كلها كانت فتره يوكيم لوف. طبعا انا مش معترض، وراجل مدرب اسطوري. صعب برضو انك تاخد قرار تقول له شكرا يعني في وقت. هو يعني في 2018 كان خلاص بقاله مثلا حوالي 13 سنه مع المنتخب. فهي هو خاض الفتره، لعب في اليورو ووصل سيمي فاينل. وصل لكاس العالم وعمل عمل احسن اداء قدمته المانيا من سنين طبعا، وفوز 7 على البرازيل واكتساع وكل لا حاجه. لا وكره ايه، وعمل جيل محترم يعني. كره ما قدمتهاش المانيا في احسن لحظات مجدها يعني. دايما المانيا معروفه بالقوه واللياقه لكن المتعه ما تلاقيهاش، تلاقيها عند البرازيل، تلاقيها عند ارجنتين، تلاقيها حتى عند بعض المنتخبات الاوروبيه زي ايطاليا وفرنسا واسبانيا، لكن ما بتشوفش حاجه ممتعه. لكن مع بالذات نسخه 7 بتاعت البرازيل دي، نسخه 2014 كامله. بس خلي بالك برضو في قلر يعني، في كده مؤشرات بتقول لك ان خلاص ما هو ما فيش حد بيفضل طول الوقت في التوب. هو في حصلت حاله تشبع من تكتيك لوف وتحفظ وكل شيء. طيب. يعني كاس العالم، دوري الامم الاوروبيه اللي المانيا خدت فيه المركز الاخير في مجموعتها مثلا النسخه اللي فاتت، وبرضه حتى النسخه دي كانت قدمت اداء سيء جدا. المانيا ما كسبتش مباراه، كانت على وشك انها تخرج من دور المجموعات يعني. لو المجر كان ممكن بس داست شويتين طبعا، ما كسبوش فرقه كبيره من 3 سنين تقريبا. يمكن اخر ماتش كان هولندا، كانت اعتقد مباراه وديه، وحد مباراه البرتغال اللي تحب تسمع وتشوف اخر مؤتمر صحفي لوكيم مؤتمر الوداع مؤتمر الوداع كمدير فني طبعا المنتخب الالماني. تعالوا نشوفه ونرجع تاني مره تانيه مع حضراتكم. Es war klar im Laufe des Spiels, also schon in der ersten Halbzeit, es wird sehr wahrscheinlich ein Geduldsspiel, es gibt einen Abnutzungskampf. توقعت أن نجد صعوبات في تهيئة عدد كبير من الفرص، لكنك إذا أردت النجاح فعليك استثمار الفرص التي تهيئها وأن تلعب بفعالية. سجلت إنجلترا هدفا في فرصتها الأولى ولم نفعل ذلك، ولذلك كان الوضع صعبا ولم يدخر المنتخب جهدا، لكننا لم نلعب بالفعالية الكافية. يحتاج الأداء الجماعي للمنتخب أن يكون أكثر نضجا حتى يفلح في تحقيق نجاحات. بذل منتخب أقصى جهد لأجل بلوغ أقصى مدى ممكن في البطولة، لكن كانت هناك فترات في كل مبارياتنا لم نلعب فيها بفعالية كافية ولم نفرض فيها سيطرتنا على المباراة، ونتيجة لذلك قد يحدث ما حدث إذ تعاقب ويتم إقصاؤك. سنقفل صفحة ألمانيا. هانس فليك لما يبتدي المشوار يعني بنتكلم عن نسخة مختلفة، نسخة جديدة، جيل جديد من اللاعبين الألمان، ولا يعتمد على جزء من اللي سابه يوكيم لوف؟ أعتقد في خلاص أسماء بدأت يعني تنهي مسيرتها. مولر مثلا خلاص اعتقد الموضوع هيكون صعب. مات هوملز الموضوع هيكون صعب انه يكمل، لكن في لعيبه اعمارها اعتقد نوير هيكمل. توني كروس قال خلاص انا مش هلعب. توني كروس خلاص برضو لكن في لعيبه لسه كيميتش وجوريتسكا مثلا، وفي اكتر من لاعب، روديجر مكمل يعني. في جيل، وفي جيل شباب على فكره طالع كمان. طيب. لمنتخب المانيا. عايز اروح معاك لاهم عناوين الصحف الاوروبيه بقى اللي كلمت على البطوله. خلينا
نروح كده نتابع مع دكتور وليد الصحف قالت ايه واتكلمت ايه، خصوصا بعد المفاجآت اللي من عيار التقيل اللي تابعناها. طيب نبتدي بلاجازيتا ولا نبتدي بالديلي اكسبرس؟ طيب نبتدي بديلي اكسبرس. اوكي، ديلي اكسبرس البريطانيه حطت طبعا صوره للاعبي منتخب انجلترا وقت الفرحه بالهدف الثاني طبعا اللي سجله هاري كين في الوقت القاتل. طبعا طاردوا الاشباح. لا بص، المباراه كانت ساخنه وكانت ليها ابعاد كتير جدا، ويعني اعتقد دي اسعد ليله في تاريخ المشجعين الانجليز في اخر مثلا 20 سنه. صحيح. طبعا كتبت مطاردوا الاشباح فرح وسعاده بعد انهاء الاسود لعقده الالمان، وده استمرت سنين الحقيقه. 55 سنه كاتبينه اهو. 55 سنه ده عايز اقول لك تاريخ طويل قوي. طبعا ليه اخر نسخه 96 اللي كانت برضه على ملعب ويمبلي، المباراه اللي جمعت بين المانيا وانجلترا. انجلترا خسرت بضربات الجزاء وساوث جيت نفسه ضيع ضربه جزاء. طب هو اللي شايل بيدفع ثمنها لغايه النهارده. صحيح. اخيرا ده هو اكيد طبعا يعني اسعد مش عايز حاجه ثانيه. طيب نروح اللي بعد كده للجارديان. نروح للجارديان. الجارديان طبعا كملت بقى الحاله الاحتفاليه وقالت كره القدم عائده لمنزلها، كامينج هوم، وده الشعار يعني اللي بترفعه انجلترا من 66 ولحد دلوقتي ما رجعتش الهوم. صحيح. من 66 وجايز ترجع الهوم السنه دي، يعني ممكن الفاينل في الهوم عندهم. ايوه. الله اعلم. طبعا ويمبلي لعب على ويمبلي اعتقد برضو فارق كتير مع منتخب انجلترا. الماتش الجاي على فكره هيبقى في روما. الماتش الجاي في روما اول مباراه لانجلترا خارج ملعبها، وده تحدي مهم جدا طبعا. ده بقى هيورينا بس سهل نسبيا قدام اوكرانيا. بس هيرجعوا مره ثانيه ويمبلي لو وصلوا سيمي فاينل. طبعا. الديلي ميرور قالت ساوث جيت يصنع التاريخ امام المانيا، ولكنه يحذر من خطر ربع النهائي، وده طبعا تصريح معتاد ان ما فيش ثقه ابدا في اي فريق ممكن تواجهه. اوكرانيا تبقى منتخب صغير لكنه قد يهدد الكبار، يعني لا تامن ابدا غدر الفرق الصغيره. هو اوكرانيا اندري تشيفتشينكو. طبعا انا تشيفتشينكو ده لما كان في الميلان هو يعني الاساس الميلان، وبعد كده راح في الاخر شويه لتشيلسي. ما نجحش قوي مع تشيلسي. بس مع الميلان كان نسخه ولا اروع. اسطوره. ويمكن كمان اتظلم انه اوكرانيا يعني ما خدش بطولات دوليه. طيب نروح لجازيتا ديلو سبورت الايطاليه. طبعا بتتكلم عن الاداء بتاع منتخب ايطاليا، سهام ثلاثيه الالوان، بتتكلم ان مانشيني يذهب الى الهجوم باقصى سرعه، هم مش متعودين على كده. انت طبعا طبعا ايطاليا السريعه، لان هم كمان ده بيتكلموا عن عهد فينتورا اللي كان ايطاليا فعلا بطيئه وممله، وكانت بتعمل كل سلبيات الكوره اللي ممكن تتخيلها. من موبيلي لكيزا وسبينازولا، طبعا لا احد لديه لاعبين بنفس سرعه منتخبنا، وبلجيكا لديها دفاع متمرس. وعلى فكره حته السرعه دي فعلا قد تكون نقطه قوه لايطاليا، على حساب بلجيكا. بلجيكا دفاعها ذكي وبيتمركز كويس، لكن في السرعات هم سرعاتهم قليله لان اعمارهم كبيره. طيب بص، انا هتفق معاك اتفاق، لو ايطاليا طلعت بلجيكا انا هشجع ايطاليا معاك لاخر البطوله. طب كويس، تمام اتفقنا. طيب كسبنا مشجع جديد ان شاء الله. نختم بالماركه. الماركه الاسبانيه طبعا بتتكلم عن موضوع تاني بقى لكنه مهم بنفس اهميه اليورو طبعا. ان النهارده وانا وانت الساعه 12 بالليل ان شاء الله هيكون اخر دقيقه في عقد ميسي مع برشلونه. ومن بعد 12 انا وانت ممكن نفاوض ميسي نجيبه النادي الاهلي لانه هيبقى فري. ايه الاخبار؟ خلي بالك. ايه الاقرب بالنسبه الاقرب انهم كام؟ لان كل فايل التفاوضات مع سواء باريس سان جيرمان او السيتي او كده الاخبار بتاعتها بقى لنا مثلا حوالي اسبوعين ثلاثه واقفه، الله اعلم بقى ده بسبب اليورو وانشغال، لكن اخبار ميسي كانت بتطغى، فواضح كده ان فيه وجابوا له اجويرو بقى ولابورتا حبيبه، والدنيا ماشيه في سكه انه مكمل. بس لسه لم يعلن، وده طبعا في لانه خلاص بقول لك فري النهارده 12 بالليل خلاص. هو تدعيمات بارسا السنه دي تقول انه بارسا الموسم اللي جاي هيكون الى حد ما برضه لسه ما تقلو يعني، مثلا لسه الدفاع ما فيهوش الاسماء اللي المفترض، ما فيهوش بيول مثلا. لسه ما فيش بيكي، خلاص كان في عزه مع بيول كانوا عاملين ثنائي محترم. دفاع برشلونه محتاج تدعيم، لكن الى حد ما الوسط والدفاع الدنيا ماشيه. سوري، الوسط والهجوم الدنيا ماشيه، يعني في اسماء. ممفيس ديباي مع اجويرو مع ميسي وجريزمان لو كمل. خليني اسالك، بما ان احنا كلام عن انتقال ميسي او بقائه في البارسا يعني على وجه التحديد، فكره انه اللقطه اللي خرجت فيها فرنسا بسبب ركله ترجيح كان بيسددها امبابي،
وفكرة خروج البرتغال وهي بتضم كريستيانو رونالدو يأثر على سوق الانتقالات، يأثر على وجهة الاثنين دول على وجه التحديد أو بقائهم مع فرقهم، ويأثر كمان على قيمتهم المالية؟ مؤكد لا، لأن هو كريستيانو رونالدو ومبابي تخطوا المرحلة دي، يعني ما تخطوا فكرة السكاوتنج ان انت تكون انت هل انت مؤثر ولا لا مش مؤثر. لا لا هم عدوا المرحلة دي طبعا. مبابي يعني بيريز بيحلم بمبابي، هي بس المشكلة مشكلة مالية، هيقدر يوفر قيمة العقد الراتب بتاعه السنوي ولا كان قصد يضيع ضربة الجزاء؟ هو مبابي على فكرة عمل حوار مع فرانس فوتبول، هو في لعيب ممكن يبقى قصد يضيع ضربة الجزاء يا دكتور وليد؟ مستحيل. لا 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 هو بيبحث عن مجد مبابي لو كان خد اليورو مع فرنسا. لا مش بتكلم على مبابي يعني دول. اكيد مبابي اكيد طبعا كان عايز طبعًا. لكن بسأل في العموم يعني لا ما اعتقدش صعب الا لو في رشوة بقى ده موضوع. طيب انا بس في نقطة مهمة عند مبابي. اوكي بما اننا ذكرنا سريعا، لانه هو بادئ على سكة كريستيانو رونالدو، بس مش اي حد هيبقى بمنتاليتي رونالدو، بمعنى طبعًا. رونالدو وزلاتان عندهم حتة عارف انت الايجو عالية شوية وبيتكلموا دايما، بس هم في مقابل ده بيشتغلوا وبيأدوا، فانت بتبقى متقبل منهم ان هم يتكلموا عن نفسهم. لكن مبابي لسه صغير، مش صغير قوي لكن 22 مثلا، لسه في بدايه برضه طريقه، لسه ما عملش الانجاز الواو يعني، وبدا يتكلم مثلا في حواره مع فرانس فوتبول قبل البطوله، قال لك انا بحب، بيتكلموا بقى عن عقده مع باريس سان جيرمان، وانت مكمل ولا مش مكمل وليه ما بتقولش وليه؟ قال لهم عشان انا بحب دايما افضل تحت الاضواء وكل الناس تتكلم عني، كل الناس تبقى مشغوله انا مصيري رايح فين، وانا بقى في الاخر اللي اجي لكم وانا مستمتع، وفي الاخر بقى انا ادي لكم القنبله. بس خد بالك برضو العقليه دي ما بتجيش من البدايات، يعني بتحتاج مراحل عشان تتكون وعشان يبقى في نضج معين. يعني عقلية كريستيانو رونالدو النهاردة مش هي نفس العقلية اللي بدأ بيها مع مانشستر يونايتد، كان لعيب موهوب وكان موهبة مبشرة جدا، وبتقول انه واحد من افضل لعيبة العالم، لكن النهاردة رونالدو في حالة نضج وحالة خبرة تسمح له بانه يبقى عنده يخلق لنفسه الدوافع ويطور من نفسه يوم بعد يوم. كويس انك قلت ده، علشان من هنا برضو أوجه التحية للسير أليكس فيرجسون، لأن رونالدو نفسه في أي مناسبة وفي أي حوار وفي أي لازم بيقدم شكره لأليكس فيرجسون، لأن هو اللي عمل ده، هو اللي غير منتاليتي وعقلية كريستيانو رونالدو، حوله من لاعب مهمل أو لاعب يعني لا يعتني بنفسه صحيح. بالشكل الكامل صحيح. لهذه العقلية اللي في كرة القدم الموهبة وحدها لا تكفي، وعندنا أمثلة كتيرة ممكن نتكلم فيها، لكن العقلية في منتهى الأهمية، ونبص لعقلية لاعب زي محمد صلاح وديته لغاية فين. خليني سريعا جدا 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 تقول لي اهم الصفقات اللي على هامش اليورو 2020. هو طبعا الصفقات اللي خلصت بشكل نهائي واللي كان فيها يعني موضوع خاصه ممفيس ديباي طبعا لبرشلونه، دي كانت اهم صفقه، اللي عليه شغل حاليا كيليان امبابي وكريستيانو رونالدو، الاثنين في كلام، ده رونالدو لباريس وامبابي لريال مدريد، والاثنين منتظرين يعني ان يتم الاعلان الرسمي. هاري كين يقال ان مانشستر سيتي طبعا هو كان عايزه بفظاعه يعني، وقال انه رجع خطوه للخلف مستني يعني ما عادش بنفس حميه المفاوضات، وجريليش كمان مانشستر سيتي بيحاول بشكل كبير انه يضمه، وجادون سانشو مانشستر يونايتد بات قريبا، بقاله سنتين بات قريبا وانتظر، مش عارف المان سيتي سابه ازاي بصراحه يعني مش قادر افهم، بس يعني واحد برده من المواهب المبشره ما بشبعش وما بلحقش دايما اخلص كلام معاك عن اليورو، لكن اكيد هيكون لينا لقاء بعد مواجهات الكوارتر فاينل نتكلم، ونتمنى انها تكون بدون مفاجآت، عايزين لقاءات دايما سخنه ولقاءات قويه. بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت كالعاده دكتور وليد الحديدي طبعا ناخد الاهرام الرياضي، كان ضيفنا النهارده في السادسه. بفكر حضراتكم سؤالنا موجود لغايه حلقه بكره، ومن بكره تبتدوا تصوتوا ان شاء الله بعد ما تنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي زي ما بنتمنى، تختاروا افضل 3 لاعبين على صفحات السوشيال ميديا الخاصه بقناه النادي الاهلي، افضل 3 لاعبين في مباراه الاهلي وبيراميدز بعد انتهاء المباراه مباشره. بشكر حضراتكم على المتابعه، اتمنى تستمتعوا بويك اند كروي يكون فيه كره حلوه وممتعه، واشوف حضراتكم ان شاء الله مع بدايه الاسبوع اللي جاي. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، بالضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا.